بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هل يوجد ضرر من عدم انتظام حياة الصلاة؟ الصلاة هي مفتاح باب السماء، الصلاة هي غذاء الروح، الصلاة هي التواصل مع الله. طب لو واحد ما بيصليش إزاي هيمتلئ؟ إزاي هيمتلئ؟ إزاي يتملي بالنعمة؟ شوف يا جماعة، أي جهات في حياتنا، أي عمل في حياتنا الروحية عشان ينجح، سواء عمل روحي أو عمل غير روحي، يعني سواء فضيلة أنت عايز تكتسبها أو خطية تنتصر عليها، أو سواء مذاكرة بيزنس أي حاجة، في عامل إنساني وفي عامل إلهي. العامل الإنساني هو دورك أنت، طالب بيذاكر، خطية بقوة إرادتك بتحارب مجاهدين ضد الخطية حتى الدم. لكن العامل الإنساني لوحده مش هينفع، محتاج نعمة من ربنا. العامل الإله، العامل الإله تجيبه منين؟ بالصلاة. فهل يوجد ضرر من عدم انتظام حياة الصلاة؟ definitely. لأن هجيب النعمة دي منين؟ هيبقى عمال بيجاهد 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 من غير نعمة. طب وبعدين حكاية عدم الانتظام، ينفع واحد مثلا يأكل النهاردة وبعدين يقعد 3 أيام ما يأكلش، وبعدين يأكل 5 أيام، وبعدين يقعد 7 ما يأكلش، وبعدين يأكل 3 أيام، وبعدين يقعد 10 أيام ما يأكلش، ده صحته بتبقى كويسة؟ لا طبعا. ما ينفعش تصلي يومين وتسيب 3، وبعدين تصلي 5 أيام وتسيب 7، وتصلي 3 أيام وتسيب 4، ما ينفعش. مش كده، افتكروا الكلمتين دولت، المواظبة والكيفية. عايز حياتك تنجح وتاخد نعمة ربنا، واظب على الصلاة وقدم الصلاة بكيفية تليق بالله، مش كروتة. ما ناس بتصلي بس بتكروت، وهنا ناس بيسموها تخد السنة، هذا الشعب يعبدني بشفتيه وما قلبه فما ابتعد عني بعيدا. فما تبقاش عبادة شفتين. صدقوني الصلاة دي النقلة جبل المقطم، الصلاة دي فتحت باب السماء وقت إليا. يقول كان إليا إنسانا تحت الألام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر السماء، ما مطرتش 3 سنين و6 أشهر، وصلى تاني مطرت السماء. خسران كتير اللي ما بيصليش. لو أنت يعني الصلاة تقيلة، رتب مع أبونا يديك يعني برنامج في الصلاة يناسب قامتك الروحية. لك على حاجة كده لذيذة، أحيانا في الطب يقول لك small frequent meals. small frequent meals، الواحد عنده مثلا مشكلة في الأكل ولا كده، يقول له خلاص كل أكلات صغيرة بس متعددة، small frequent meals. طبق دي في الصلاة، لو أنت بتسهى بعد 5 دقايق خلاص طبق قانون small frequent meals، صلي 5 دقايق وبعد ساعة صلي 5 دقايق تاني، وبعد ساعة صلي 5 دقايق تاني. هتلاقي مثلا لو انت صاحي في اليوم 16 ساعة وصليت فيهم 5 دقايق، 5 في 16 يبقى 80، صح ولا انا بضرب غلط؟ صح، يعني صليت 29 دقيقة في اليوم، بركة حلوة. ده لو صليت 5 دقايق كل ساعة ومش هتزهق من ال5 دقايق، خدين بالكم. طيب حاجة تانية بيقول ازاي نقدر نستفيد من ايام الصوم في حياتنا؟ تتسألوا ده وخلاص احنا بنشطب، يعني الصوم قرب يخلص، احنا حد التناصير النهار، لكن سؤال كويس. طبعا ممكن تقروا كتاب روحانية الصوم بتاع سيدنا البابا شنودة، كتاب جميل جدا جدا. لكن يعني اقول بسرعة، الصوم ما بيشتغلش لوحده. عارف زي واحد يروح عند دكتور ويكتب له الدكتور 5 أدوية وياخد دواء واحد ويقول له ما خفتش. الصوم يشتغل مع الصلاة. مش كده مثلا في القسمة تقولوا ايه؟ الصوم والصلاة، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. الصوم في بعد نسكي وبعد روحي. البعد النسكي اللي هو يختص بالطعام، بنصوم انقطاعي، بنقلل كمية الأكل وبين نوعية الأكل، ده البعد النسكي عشان يبقى الصوم مظبوط.
فعش واحد صايم مثلا ويروح البيت يقول ايه الاكل اللي عاملينه ده، انا مش ما ينفعش. يبقى فين البعد النسكي في الصوم؟ فالصوم فيه ثلاث حاجات البعد النسكي: الصوم الانقطاعي، كمية الاكل، ونوعية الاكل. اما البعد الروحي زي ما الترنيمة بتقول، الصوم مش هو الجوع لكنه التوبة والرجوع. الصوم هو انك تصوم لسانك، على ما اعتقد قديس بورسونوفيوس على ما اعتقد يعني قال كده، قال ازاي لا تأكل لحم وانت تنهش لحم اخيك؟ يعني ما بتاكلش لحم بس عمال بتنهش في لحم اخوك، هو ده صوم يقبله ربنا؟ فالصوم هو التوبة، هو الرجوع لله، انك تشوف ايه الخطايا وتقدم توبة عنها ترجع لربنا. وايضا مع الصوم الصدقة، مش كده في حد الرفاع الكنيسة تكلمنا على الصوم والصلاة والصدقة. فالصوم يشتغل مع الصدقة، الصوم البعد النسكي في الانقطاع وكمية الأكل ونوعية الأكل، والبعد الروحي اللي هو التوبة والرجوع. لماذا خلق الإنسان وماذا سيفعل الإنسان في الحياة الأبدية؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ أنا عايز أسأل سؤال لأي أب وأم. أول ما اتنين بيتجوزوا بقى نفسهم يكون عندهم ولاد، برغم لما تقعد تفكر كده إن الولاد دولت هيكلفوا مصاريف أكتر، هياخدوا مجهود أكتر في تربيتهم، ولما يكبروا ممكن يعملوا صداع للأب والأم بمشاكلهم إلى آخره. لو أنت قعدت تفكر بطريقة أنانية، بطريقة أنانية، لو تفكر في ذاتك أنت بس، تلاقي تقول لا الحياة من غير أولاد أحسن. ولأن المجتمع الغربي حاليا ابتدت الأنانية والسيلف سنترددنس يتمركزوا حوالين نفسي، تلاقي كتير ورقة مش عايزين يجيب ولاد للأسف حاليا. ليه؟ لأن مش عايزين البردن بتاعهم، فدي أنانية. أرجع بقى للبداية، ليه كل أب وأم عايزين يجيبوا ولاد؟ علشان قبل ما الابن حتى والبنت تتخلق في رحم الأم هما بيحبوهم، ففي طاقة حب جواهم، طاقة الحب دي بتتفجر في إن هما يبقى عندهم ولاد، واللي ما عندهمش ولاد يقول عايزين نتبنى ولاد. واخدين بالكو؟ هو ده سبب ربنا خلق الإنسان، لأن الله حب، والله لأنه حب خلقنا علشان نتمتع معاه في الأبدية، وعلشان نتمجد معاه، وكل المجد وكل الجمال اللي ربنا عايش فيه يدهلنا. عشان كده حتى بعد ما الإنسان تمرد على ربنا واختار أن يسمع كلام الشيطان ما يسمعش كلام ربنا، ربنا عمل خطة عجيبة جدا جدا جدا، وفيها تجسد وأخلى ذات ومطع الصليب عشان يدينا تاني الأبدية. فلماذا خلق الله الإنسان؟ الإجابة لأنه بيحبه، بيحبه قبل ما يخلقه، زي ما أي زوج وزوجة قبل ما يخلفه بيحبوا أولادهم وبيحلموا بيهم وبيوضبوا لهم الأوضة بتاعتهم قبل إيفن ما الأم تحمل. ده اسمه حب، عكس الأنانية، عكس الأنانية. الله مش أناني، الله مليان محبة. وماذا سيفعل الإنسان في الحياة الأبدية؟ بصوا يا جماعة، الحياة الأبدية طبعا تسبيح الله موجود فيها، لكن عايز أنا يعني أنبهكم لحاجة تانية. الحاجة الأبدية فيها مسؤوليات، هي حياة، حياة هيبقى كل واحد مننا له دور في الحياة دي. إيش عرفنا الكلام ده؟ قال له كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير. يبقى إذن في مسؤوليات في الحياة دي، لأن في ناس متصورة أن الحياة الأبدية ما نعملش حاجة غير نقعد نسبح ربنا. لا، مثلا الملائكة، الملائكة لها أدوار وليها وظائف، وربنا يبعث الملاك ده يبشر، والملاك ده يقول له روح مع طوبيا وخليك معاه، والملاك ده يقول له روح بوق، والملاك ده يقول له انت روح حارب الشيطان. فمسؤوليات القديسين، ربنا بيبعت العذراء تخرج متياس من الحبس بتاعه وتخلي الحديد يفك،
ربنا بيبعت ماري جرجس، يبعت البابا كريلوس، ففي مسؤوليات، في شغل. الأبدية برضو فيها هي حياة، كل واحد مننا هيكون له دور. الدور ده ايه وايه اللي هنعمله لم يعلن بعد، ولكن هيكون لنا دور في الحياة في الأبدية. هل سيظل الإنسان والملائكة يسبحون الله إلى ما لا نهاية؟ definitely. وبماذا يفيد الإنسان هذا وبماذا يفيد الله هذا؟ والحقيقة أنت لما بتقف قصاد مثلا نهر جميل وتقف كده وتقول الله إيه الجمال ده، إيه الطبيعة الجميلة دي، إيه الحلاوة دي، هو حتى طلب منك تعمل كده؟ حتى طلب منك تعمل كده؟ تفضل مثلا كل شوية تصحى الصبحية وتدور على الشروق وتقعد ومنتظر منظر الشروق الجميل ده وتاخد صور تقول ايه الجمال ده، تيجي بعد الظهرية عند الغروب تقف وتبص كده تقول الله ايه الجمال ده. مش موضوع الناس فكرة ربنا بيأمر تسبحوني كل حين، هادي رب هنسبحها كل حين، هي مش كده. هي الانسان اللي واقف امام الله بينبهر بهذا الجمال فينطق فمه بالتسبيح. احنا بنتمتع برؤية هذا الجمال، وعلشان كده اللسان يلهج بالتسبيح. مرة واحد شاب، قصتي حقيقية، قال لي سيدنا انا مش عايز اروح السما، انا كنت باجي الكنيسة القداس هنا بزهق وفي خلال ساعتين مش قادر اقعد وعايز اخرج، هروح السماء اتسبح ربنا اللي ما لا نهايه، انا بزهق، انا بختار السماء لان الاذر اوبشن هو جهنم، لكن لو في اوبشن تاني كان بالنسبه لي يمكن احسن من ده. يعني عارفين في العزة القداس كنت بكلمكم على الاستناره، في ايه انا عايزكم تحفظوها كويس في افسس اصحاح 1، تكلم عن استنارة بولس الرسول، فبيقول ايه من اول عدد 16، بيقول لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي، بيقول انا بصلي من اجلكم، بصلي من اجلكم. ليه بتصلي لنا يا بولس الرسول؟ افسس واحد، انا برا من افسس واحد ستة من اول اي 16 17 اي 17، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح اللي هو الله الآب أبو المجد يدينا إيه؟ روح الحكمة والإعلان في معرفته. يبقى بولس بيصلي لنا عشان ناخد روح الحكمة وروح الإعلان عشان نعرف ربنا، روح الحكمة والإعلان، لأن معرفة ربنا بتيجي بالحكمة والإعلان. وبعدين بقى آية 18 هي دي الآية اللي أنا عايز أركز عليها، مستنيرة عيون أذهانكم، إن ربنا ينور عيون أذهانكم، علشان لما عيون أذهاني عيون ذهني تتنور لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. أنا عايز ربنا ينور عقولكم عشان تفهموا إيه رجاء الدعوة. ربنا لما دعانا، ربنا لما دعانا دعانا علشان نرث ملكوت السماوات، هذا مجد عظيم، عشان كده قال وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، غنى مجد ميراثه في القديسين. ده لو واحد منا مثلا عزموه قالوا له تعالى روح البيت الابيض كان يقعد يحكي شهر على اللي شافه هناك. ده انا دخش البيت الابيض، ده البيت السماوي. فاللي هو مش قادر، مش شايف جمال السماء ومش شايف قد ايه السماء هتبقى حلوه وقد ايه لسنا يعني هينطلق بالتسبيح، زي ما بقولك انت لما تيجي تشوف منظر في الطبيعه جميل ودي حاجه ارضيه مش السماء، تروح تقول الله ايه الجمال ده كله، ما ده تسبيح، ايه الجمال ده كله، ما ده تسبيح. لما تشوف بقى غنى مجد الميراث في السماء اللي ربنا أعده لنا هتلاقي لسانك بيلهج بالتسبيح. مش موضوع إيه اللي هيفيد ربنا، ربنا مش هيستفيد حاجة مننا.
لكن التسبيح ده will be overflowing، هيفيد من فمك. زي ما احنا على الارض لما بنشوف حاجة جميلة بنقول الله ايه الجمال ده كله، السماء اجمل بقى. فالمشكلة ان احنا اذهاننا مش مستنيرة، دي المشكلة. عشان كده بولس الرسول قال مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو مجد ميراثه في القديسين. ياريت نطلب من ربنا يدينا روح الحكمة وروح الإعلان في معرفته، زي ما بولس الرسول صلى. لما ناخد روح الحكمة وروح الإعلان في معرفته ده هيتنور. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو مجد ميراثه في القديسين. أرجو يكون ده أجاب على السؤال. برضه ده عشان بالعربي، وبعد كده بقيت الأسئلة كلها بالإنجليزي. ممكن تكلمنا بلمحة سريعة عن مجيء يوم مجيء المسيح الثاني، المجيء المخوف العادل، وعن السماء وجمالها. السماء يعني اتكلمت بسرعة، لكن في كتاب كان عمله المتنيح نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية اسمه السماء. الكتاب ده من أجمل الكتب اللي اتكلمت على السماء. برضو الكتاب ده موجود على الانترنت PDF تنزله، اكتب بس السماء لنيافة الأنبا يؤنس. وإبرشيتنا بالاتفاق مع إبرشيت لوس أنجلوس كنا ترجمناه للإنجليزي، فكتاب ده موجود عربي وإنجليزي بتاع نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية. أرجو أن أنتوا يعني تقروا الكتاب ده، كتاب جميل جدا 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 عن جمال السماء. مجيء المسيح الثاني، يمكن الإصحاح الأولين سوري تسالونيك الأولى صح 4 شرحت إيه اللي هيحصل في اليوم ده من أول عدد 15. فبيقول فإننا نقول لكم بهذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني افرض ربنا جه دلوقتي، مجيء تاني حصل دلوقتي، احنا لسه أحياء. طب ايه ترتيب الأحداث؟ ايه اللي هيحصل؟ قال أول حاجة ان هيبوق الملاك المبوق للبوق الأخير. مع البوق الأخير ربنا هينزل على السحاب، لأن الرب آية 16 لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس الملائكة، بصوت رئيس الملائكة وبوق الله. فيبقى البوق الأخير ربنا هينزل على السحاب. وبعد كده والأموات في المسيح سيقومون أولا. كل الناس اللي ماتوا ومؤمنين بالسيد المسيح هيقوموا ويجوا معاه السحاب. يبقى البوق الأخير الله ينزل على السحاب ربنا يسوع المسيح، والأموات هتقوم وتبقى موجودة على السحاب. ثم نحن الأحياء، في كورنثوس الأولى 15 قال لا نرقد كلنا ولكننا نتغير في لحظة في طرفة عين. فالناس الأحياء اللي هو زينا لو ربنا جه دلوقتي في لحظة في طرفة عين هنتغير من الجسد ده للجسد الممجد. تاني في لحظة في طرفة عين، كورنثوس الأولى 15 كان البابا شنودة يقول ان هنموت على الواقف، يعني نموت ونقوم كده في لحظة في طرفة عين، كان نموت وقيامة. في لحظة في طرفة عين نتغير وبعد كده نخطف لملاقات الرب على السحاب. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف مع جميعا معهم في السحاب لملاقات الرب في الهواء. يبقى البوق الأخير ربنا ينزل على السحاب، الأموات هيقوموا هيبقوا موجودين مع ربنا على السحاب، دولة الأموات القديسين. الأحياء اللي هم قديسين في لحظة في طرفة عين هيتغيروا وبعدين يخطئوا. بالنسبة دي الاختطاف، عشان البروستانت بيعلموا الاختطاف بطريقة غلط، بالإنجليزي اسمه رابشر، بيقولوا احنا هنختطف قبل الضيقة العظمى. كلام ده غلط غلط. ومتى 24 بيقولوا وبعد تلك بعد ضيق تلك الأيام يوجد اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر. فالاختطاف بعد الضيقة في اليوم الأخير مش قبل الضيقة العظمى زي ما اخواتنا البرسانت بيعلموا. فالاختطاف اهو في مجيء الرب التاني سنخطف
لملاقاة الرب كل حين. وبعد كده كلنا هنبقى واقفين عن يمين الله. الأشرار هيجوا بقى يقوموا برضو. الأشرار هيقوموا من الموت. بس إلى قيامة الدينونة. يوحنا 5 قال في ساعة حين يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة. والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فالأشرار هيقوموا برضو ويقفوا على شمال ربنا ويدين كل إنسان حسب أعماله. وبعد كده اللي على يمين ربنا يروحوا معاه إلى الأبدية السعيدة. واللي على الشمال ربنا ما يسمحش ربنا يقولهم إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. هل في كتب أو مصادر أو كورسات تعلمنا كيفية تربية أولادنا هنا في أمريكا خصوصا في كل الأفكار الخاطئة والجو العام المليان فساد؟ أوكي. الحقيقة في كتب كتيرة بالعربي. يعني أنا كانوا نشروا لي كتيبين اسمه مربي الولد جزء أول جزء تاني. بعد كده أنا كنت اديت محاضرات كتير على تربية الأولاد وعن الزواج. اتنشروا في كتابين حاليا. يعني كل كتاب يمكن حوالي 250 أو 300 صفحة. كتاب عن الزواج وكتاب عن تربية الأولاد. موجودين في الدير عندنا. يعني ممكن تطلبوه من الدير. وموجودين أيضا على دار النشر بتاع الدير الأبي بريس. صورة الكتاب بتاع Raising Children Dean Counseling Series ده one. ده صورة الكتاب اسمه Raising Children أبا يوسف. والكتاب الثاني بتاع المارج بس للأسف كتب دي بالإنجليزي. يعني نحاول نشوف حاجة بالعربي. اسمه Considering اسمه Considering Marriage. ده الصورة بتاعته Considering Marriage. برضه ده تبع الكونسلينج سيريز. ده تاني كتاب يخرج في مجموعة الكونسلينج سيريز. حتى الإنجليزي بتاعهم بسيط يعني تلاقي أي حد يقدر يقراه. كتابين حلوين. واحد لتربية الأولاد. أنا ما بعملش برضه. أنا بجاوب على سؤال على حد في بيفتكر بعمل ماركتينج للكتب. ما بعملش ماركتينج. أنا بس بجاوب على سؤال. فدولت كتابين موجودين يعني للي يحب يقتنيهم يعني. طيب شوية أسئلة بالإنجليزي نحاول نخلصهم. أنا عارف حكي كتير نحاول نخلصهم بسرعة. How can I read the Bible, Old Testament? I get lost sometimes. For the Old Testament, you need commentary. You need something to explain to you. Because if you're going to read it by yourself, yes, there are many chapters are difficult to understand. And thank God, actually, there are many commentaries available now. I will recommend the two commentaries. One commentary is called Ancient Christian Commentary. Ancient Christian Commentary. The beautiful in this commentary, it's just early church fathers.
اي نعم in this commentary he did not stop at 451 the council of Chalcedon, but he took church fathers after 451. But any church father, he writes a date. So when you read, just read any father before 451. Don't read other than this. فدي an ancient Christian community. ولكن دي يمكن غالية, يعني maybe many of us cannot afford it. عشان كده هقولك على حاجة تانية, في application it's done by the Coptic Church اسمه كاتينا, C-A-T-E-N-A, ده for free. كاتينا الابليكيشن هتلاقي شكله كده على شكل صليب, مش عارف هتشوفوه هنا ولا لا, شكله صليب كده ولونه احمر, it's red and has you know red in color and has cross in the middle. كاتينا C-A-T-E-N-A. وبعدين وين مثلا اي فيرس, when actually you click in the verse, بيديك ال commentary, the meaning of the verse. Just when you click on the verse, it gives you the commentary. So this will help you in understanding Coptic and, sorry, not understanding the Old Testament. كلنا يعني, I personally, in order to study the scripture, يعني I learned it from the commentary. You cannot understand it by yourself. But don't go to a Protestant commentary. Go to early church fathers. And the في كاتينا هنا حاطين early church fathers. فده it's a good application, will help you in Bible study. سؤال التاني. What is the right age a Sunday school servant can address the physiological changes for the kids, and what are right Christian resources we can use? Sayyidna, most of the school here shares a video with the kids in the fifth grade about these changes and usually split them boys versus girls. You need to start as early as you can. At least just to explain to them some principle about their body. For example, يعني even first grade, you need to teach them that God created man and woman, male and female. And to teach them to love who they are. If I was born a man, male, I love and I am honored. And if I born a female, I love my gender. Why I'm saying this? Because of the transgenderism. So you need actually to make your children love who they are in very young age. وهقول حاجة هنا للبيرنت, ما يزعلوش مني. أحيانا بعض البيرنتس مثلا يكون عندهم ولدين ثلاثة, هما نفسهم في بنت ما جات لهمش البنت, فيجي الواد الثالث الصغير ده يربوا له شعره ويطول كبير. الكلام ده مثلا من 20 سنة اقول لك يعدي, لكن اليومين دولت ما يعديش ابدا, لان الولد his identity will be confused, وانا ولد ولا بنت, ومع كل التيارات الصعبة اللي حوالينا transgenderism. انت لما بتربي ابنك الولد ربيه ولد والبنت ربيها بنت, ما تلغبطوش في التربية يا جماعة, ما تربيش ولد على انه بنت, ما تربيش بنت على انها ولد. احنا في ايام صعبة, وهنا بيقولوا لهم لأ, من حقك تختار الجندر بتاعك. If you are not happy with your gender, actually in California I heard this, in California the teacher can take the child and change his gender officially without the permission of their parents. Without the permission of their parents. عدها تاني. ولو ابتدت في كاليفورنيا هتوصل عندنا. كلها يعني كم شهر ولا كم سنة. فربوا عيالكم كويس.
خليهم يبقوا فخورين، لو ربنا خلقني ولد انا فخور ان انا ولد، لو ربنا خلقني بنت انا فخور ان انا بنت. تاني حاجه ممكن ياخدوها في اولى ابتدائي، الجواز. الجواز ادم وحواء، رجل وامراه، مفيش حاجه اسمها جوازه غير كده، مفيش حاجه اسمها رجل ورجل وست وست. المبادئ دي لازم تغرسوها في مخ ولادكم، لان هيروح المدرسه للاسف ويقولوا لهم الفاميلي كان كريس وستيفن وعندهم مش عارف مين، وبيلخبطوا مخ الولاد، بيعملوا لهم كده desensitization to the homosexuality and transgenderism. فدي حاجة لازم نعلمها لأولادنا في البيت وفي مدارس الأحد. أبونا لوقا الصفانوس، أبونا لوقا الصفانوس في نيوجيرسي، وهو كان طبيب سايكاتريست قبل ما يدرس مكان، عمل كوريكولم اسمه بيوريتي لسنة أولى ابتدائي، سنة تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، ومن ضمن الكوريكولم ده بيأدرس السؤال اللي هي الفيزيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل لأولادنا والحاجات ده كله. يعني أتمنى إن أنتوا تستخدموا الكتاب، موجود، تجيبوا الكتاب بتاع أبونا لوقا الصفانوس، وده كوريكولم جاهز، احنا مش محتاجين توري انفنت زويل. فلو حاجة موجودة زي مثلا كاتينا موجودة الاب اللي قلت لكم عليها، مش محتاج ادور على حاجة تانية. كوريكولم ابونا يعني ازا سايكاتريس وعمل حاجة روحية وفيها البعد النفسي، فده كوريكولم جميل، فممكن ناخده وندرسه بالاضافة لمنهج مدارس الاحد لولادنا. لا we need to judge. احنا we judge the sin. يعني don't judge the person but we need to judge the sin. السن is judge. ولا ربنا لما قال احذروا من المعلمين الكذبة، ازاي احذر من المعلم الكاذب؟ لازم احكم عليه وقول ده تعليمه غلط. Is there any technique to fight any addiction and bad habit? Number one, in fighting addiction and bad habit, to acknowledge إن أنا عندي مشكلة. If I don't acknowledge I have a problem of addiction, nothing will help. That's number one. Number two, I need the grace of God, as I said, for any success in two factors, human factor and the grace of God. So number two, I need the grace of God. So I need to have a strong relationship with God. If I don't have a strong relationship with God through prayer and through church life and repentance, I'm not going to fight. I'm not be able to overcome addiction or bad habit. Number three, I need actually to have a support system to help me, because any bad habit, sometimes when you fight it, Elissa, the old man desired this bad habit in me. And sometimes the struggle is so strong or the fight is so fierce. And the best support system for you is the church and your family. Church, أبونا أبا اعترافك لو خدم مدارس الأحد عارفها هيكون برضو part of your support system. بالنسبة للبيت لو هما برضو عارفين هيصلوا لك ويساعدوك، ولما يكون الواحد في لحظة ضعف ممكن يساعدوك ويقووك. So a good support system is very very important. Even لو كل السبورت سيستم، لو دي حاجة تخش في سر يعني مش عايز تشاركها مع حد مجرد اعتراف، أب اعترافك شاركه، قل له على الحرب وشدتها. So acknowledge you have a problem, grace of God, support system. Number four, don't lose faith, don't lose hope. شطان هيحاول يقنعك ان انت there is no way
ان انت انك هتنتصر. No way to overcome this sin. This is a lie. This is a lie. You will overcome. You will overcome through the grace of God. حتى لو وقعت ولا تشمتي بعدوتي لأن إن سقطت أقوم. Even if you fall in sin, don't give up. Don't fall in despair. You will rise again. أنا أفتكر مرة واحد قال برضو لسيدنا الباب الشنود أنا كل ما بقوم من الخطية بقع. قال طب ما تقول إن كلك ما بتقع بتقوم. يعني how you look at it. Don't look at it in a way make you fall in despair. But look at it in a way lift you up. كل ما بقع في الخطية بقوم. لا تشمتي بي عدواتي إن سقطت أقوم. آخر نقطة. Try to prolong the interval. For example. مثلا that happened. لو مثلا آخر مرة between إن أنا until I fall again it took 10 days. This means that through the grace of God you were able to stay 10 days without this bad habit. That's beautiful. Next time, don't ever make it less than 10 days. خليها لو يعني لازم تعدي 10 days, maybe 20, 30, 40. You achieved 40 days, خلاص ما تخليهاش 30. مرة بعدها تبقى 60, 80. And try to prolong, fight the good fight, prolong the period. وفي الآخر, as long as you are fighting, حد ممكن يقول طب لو أنا مت في الوقت ده. As long as you're fighting the good fight, you will receive the crown of striving. في كليل اسمه كليل جهاد وكليل اسمه النصرة. أنا علي الجهاد, النصرة من عند ربنا. يبقى acknowledge you have a problem, have a strong relationship with God in order to receive His grace, have support system to hold you accountable and to encourage you. Don't fall in despair. Prolong the intervals between the fall and the second one. How to continue to protect our children with the new movement by Disney to include LGBTQIA, which stands for Kaza. وبعد كده intersex, we only have kids 6-7 hours a day, and the rest of the time they are in school activities where this is all being shared to them. أنا جاوبت على السؤال ده. Yes, we need actually إن إحنا to هم بيعملوا desensitization. إحنا we need to sensitize them to do the opposite. يعني to sensitize them, to make them allergic to the sin. Don't accept the sin. لما يجي يسمعوا LGBT مش يبقوا عندهم allergy كده. They cannot endure to hear these words. يعني we need to do exactly what the opposite. هما they desensitize them. احنا we need to sensitize them. نقول لهم ده خطية. خطية. وزي ما شرحت خلوا الولاد يبقوا فخورين بالجندر بتاعهم. فهموهم يعني أسرة. فهموهم يعني إيه مارج من سن صغير. وده دور البيت مع ساندي سكول. مش ساندي سكول بس. وربوا العيال صح. الولد تطلعوا ولد. والبنت بنت. مش واد كده تربوا له شعره وتعاملوه على إنه بنوتة. ما ينفعش. ما ينفعش في اليومين دولت. ما ينفعش صدقوني في اليومين دولت. How do I, husband slash wife, to see us as equal in our marriage? We are equal, but we have different function. There is difference between equality in honor and dignity and equality in roles or function. In our body, as St. Paul said, each organ is important. The heart is important and the brain is important. So they are equal in importance. But if I have two hearts and no brain, doesn't work. If I have two brains and no heart, it doesn't work. The confusion comes in احيانا احنا we consider some
function are less important or less honorable than other functions. So the perception is whoever perform the less honorable roles, then their dignity and their honor is less. وده غلط. يعني مثلا في الكنيسة في خدام الموهبة بتاعتهم يعلموا خدام مدارس الأحد. Some servants, their gift or their talent, their calling, إن هم يبقوا deacons, we chant. Some of them, they help in administration. Some of them, they help in cooking and preparing food for us. All these are different roles, but all of us, in front of God, are equal in dignity and honor. The Rabbin said, if you want to be the first, be the last and servant of all. فما نقدرش أقول إن مثلا the Sunday school servant is more honorable than the deacon, or the deacon is more honorable than the administrative board. ما أقدرش أقول كده. لكن أنا if I start looking at إن الخدام اللي هم مثلا في الadministration, administration is less honorable than serving in the church as deacon, فده تفكير غلط. ده تفكير غلط. نفس الكلام بقى في الجواز. يعني مثلا لو أنا في ربنا there is roles for the wife and roles for the husband. لو أنا ابتديت أبص على الرولز دي وأقول إن الرول دي أقل من الرول ده يبقى إذن the wife is less honorable than the husband. ده غلط. هقول لكم على 18. In 1 Corinthians 15 بيقول and the son himself will submit, the son of God will submit to the father. دي آية. والآية الثانية في 1 Corinthians 11 يقول the head of Christ is the father. طيب معنى ان the head of Christ is the father هل معناها ان Christ is less than the father? Definitely not. هل معنى ان قال في 1 Corinthians 15 the son will submit هل معنى كده ان الصن ده اقل من الفاذر؟ لا. Different roles even in the Holy Trinity. But the Holy Trinity, one in essence, one in dignity, one in honor. واخدين بالكو؟ فلو قلنا the head of the wife is the husband, طب متقال على head of Christ is the father. ولو قلنا ان the wife submit to the husband, طب متقال على الابن هو will submit to the father. لوك على حاجة. تعرفين what God asked from the wife is less than what God asked from the husband? God, what God asked from the husband and to love his wife, يعني to love his wife and to be willing to die for her. قال كده أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجله. يعني what God is expecting from every husband is to die, and even if he's gonna die literally, to die for his wife. What he asked from the wife, not to submit. Which one is easier? تعنين هي صلص على submission. ده ربنا عايز الرجالة تموت من أجل زوجاتهم. يعني لا they are both the equal in honor and dignity. وسان بيتر قال كده in 1 Peter chapter 3 يعني قال لهم if Peter 3 1 Peter 3 verse 7
قال husbands likewise dwell with them, with the wives يعني, with understanding, giving honor to the wife, اديها كرامة. ليه بقى؟ as the weaker vessel, weaker بمعنى delicate, يعني هم مش weaker ولا حاجة بس delicate بس. And as being, شوف بقى الكلمة دي, and as being heirs together of the grace of life. فإن كان ربنا هيخليهم يرثوا معاكم نعمة الحياة بنفس الأونر وبنفس الدجنتي وبنفس الإكواليتي, عشان كده بيقول لهم ادوهم كرامة, معطينا إياهن كرامة. وبعدين قال لهم حاجة صعبة, قال لهم that your prayers may not be hindered. يعني لو الزوج ما بيديش كرامة لمراته لما يصلي ربنا ما يقبلش صلاته. That your prayers may not be hindered, لكي لا تعاق صلواتكم, لكي لا تعاق صلواتكم. السؤال اللي بعدي, I know we do not believe in euthanasia. Is it wrong to wish that someone who is terminally ill to move on in order for them to be in a better place instead in suffering they are dealing with? احنا بنقول لتكن مشيئتك يا رب, يعني بيتر زان انك تتمنى لحد يموت, تقول يا رب لتكن مشيئتك. اكشلي في الانديل اللي هنصليه الجمعة جاية, في الصلاة ختام هم سبع شمعات, ختام الصلاة الأولى في جملة بالسعادات بقولك قولوها سرا يعني عشان مش مولها نروح نقولها جهرا. الجملة دي بتقول ايه؟ واحنا بنصلي للعيان مثلا, بس عادة لما بيكون قنديل عام لأن فيش حد عيان فبنقولها جهرين يعني. فبنقول له إيه؟ بنقول ربنا وإن أردت أن تأخذ روحه فليكن هذا على يد ملائكة نورانيين يدخلونه إلى ملكوت السماوات. فإحنا بنصلي للمريض وبنقول يا رب إيش فيه, ولكن في نفس الوقت يا رب لو أردت أنك تأخذ روحه وما فيش مانع, لأن إحنا لا نخاف من الموت, ليه الحياة هي المسيح والموت ربح, إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت, إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. فنقول رب لو خلاص يعني رسالت على الأرض انتهت, and if you want to take his soul do it but through angels that will take him to the paradise of joy. ف بدل ما يعني نصلي نقول يا رب لتكن مشيئتك, نقول يا رب لتكن مشيئتك. Are all children allowed to participate in Palmo procession? هو this procession is procession for the cross and only deacons walk in this procession. Only deacons. So children who are deacons can participate. Children who are not deacons cannot participate. يعني دي زفة الصليب في أحد الشعانين, دي مش للولاد الصغيرين, ما حدش قال كده, غير طقوس الكنيسة. دي بنقف قصاد 12 أيقونة وبنقرأ أناجيل معينة, فاللي بيشترك في الزفة دي الشمامسة بس, شمامسة مع أبونا فقط. فالشمامسة اللي هما شمامسة سواء children ولا adult ولا كبار ولا صغيرين هيمشوا فيها, مش شمامسة مش هيشتركوا فيها. يعني دي مش زفة للأطفال, يعني دي ما عرفش جبتوها من حكاية زفة الأطفال, دي مش زفة أطفال, دي زفة بيشترك فيها زي أي زفة. النهاردة لما أربع شمامسة اللي ترسموا أبسلطوس مين اللي زفوهم؟ الشمامسة بس. فدي عادي زي أي procession في الكنيسة. هي المشكلة, مشكلة ان احنا احنا في كنيستنا عايزين نفرح العيال فمندخلهم في اي حاجة, في الاخر يبقى تقليد, وبعدين لما نيجي نغير التقليد ده ما نعرفش نغيره. يعني في حاجات كتيرة دخلت في الكنيسة خلي العيال تفرح, مش عارف الكونسبت ده جبته منين. يعني ربنا قال كل شيء بنظام وحسب ترتيب. What we should do with our kids or the best way to protect them
from bad ideas in society, as a lot is going right now. I agree with you actually. يعني عشان كده we need to be proactive, not reactive. نبقى استباقيين مش سياسة رد الفعل. يعني قبل ما الولد يروح يسمع على الهوموسيكشواليتي أكون أنا علمته في البيت يعني إيه فاميلي ويعني إيه أسرة. قبل ما يسمع على ترانجندرزم أكون علمته في البيت إزاي يبقى فخور بالجندر بتاعه. قبل ما يسمع على الإيفوليوشن والتطور أكون علمته في البيت على الخلقة وإن ربنا هو الخالق. ويا جماعة دور البيت مهم جدا 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 جدا. أقولكم على حاجة. في ناس التربية الدينية لأولادهم إنهم يجيبوهم يوم الحد القداس ويبعتوهم مدارس الأحد. وبعد كده حتى هو يوم الحد الولد وقف برة سرحان مش مهم. بعد مدارس الأحد الولد ركز في الدرس ولا ما ركزش في الدرس مش مهم. وبعد كده بقيت الأسبوع مفيش حاجة في البيت خالص. بل أحيانا البيت بيبقى مشاكل ومفهوش جو قدوة سليمة. هيجي الولد عن سن 11-12 يبتدي ينحرف. فيجي الأب والأم يقولوا إيه اللي حصل؟ ده احنا كل حد كنا بناخده الكنيسة. هي دي التربية الدينية؟ مش دي التربية الدينية. هي الساعتين ثلاثة اللي بيقضيهم في الكنيسة وهو مش مركز وهو سرحان وهو واقف مرض طول الوقت. هي دي اللي هتربيه التربية الدينية؟ في البيت محتاجين تصلوا مع الولاد، تقروا معهم الإنجيل، تعلموهم الفضائل، تشرحوا لهم الخطورة الموجود في العالم والأخطاء الموجود في العالم وتردوا عليها وتثبتوهم في الإيمان والعقيدة والأخلاق المسيحية السليمة. والولد في السن لغاية يعني سن 7-8-9 سنين أي حاجة بتقولها له أبوه وأمه بيصدقها قبل ما بيبتدي في سن التمرد. فاستفيدوا في الفترة دي. كان يقول التعليم في الصغر كان نقش على الحق. استفيدوا بالفترة دي واغرسوا في أولادكم. يجي من ساندي سكول قول له أخدتوا إيه في الساندي سكول، ولو ناسي اتصل بالخادم بتاع مدارس الأحد وشوف خد الدرس إيه وراجع معاه الدرس وراجع معاه إزاي التدريب أو الهومورك اللي خده يعيش بيه، التطبيق اللي بيطبقه في حياته إزاي يقدر يعيش بيه. اشرح له القداس وفهمه القداس، خليه في جنبك وافتح له الخلاجي يقف يتابع طول القداس. حببه في ربنا وحببه في الكنيسة. لما تعمل كل ده ده اللي هيحمي ولادك، ده اللي هيحمي ولادك لما وصلوا سن 10 و11 و12 وتعرضوا كل المخاطر اللي موجودة بره. اغرسوا ولادكم في الكنيسة، كونوا قدوة صالحة لولادكم، صلوا معاهم، ربوهم صح. أول حاجة يعني أنا والدتي موجودة هنا ربنا يديها الصحة وطولة العمر. لما كنت صغير كنت أصحى الصبحية وأروح أقول لها ماما عايز أفطر، تروح تقول لي صليت أقول لها لأ، تروح تقول لي طب روح صلي الأول. علمتني إن في حاجة اسمها صلاة قبل الفطار. تاني يوم ماما عايز أفطر، صليت لأ طب روح صلي الأول. خلاص اتعلمت مفيش فطار غير لما صلي. فتالت يوم صليت، فرحت لها ماما عايزة فين صليت، لأ أنا صليت ممكن أكل بقى. فعلموا أولادكم اغرسوهم في الكنيسة علشان تحفظوهم من الطيارات الشريرة الموجودة في العالم. What is the best way for the kids to deal with bullying or abuse؟ آه ده سؤال حلو. Forgiveness in the church doesn't mean إن أنا I allow others to take advantage of me
to bully me or to abuse me or to attack me. It doesn't mean this. And teach your children to be strong and to be assertive. There is difference between aggressiveness and assertiveness. Aggressiveness is bad anger. Assertiveness is a firm stand to be able to say, no, this is wrong. I will not allow you to do this for me anymore. I will not accept this. And tell them, because in the schools, in order actually to bully the children, you tell them, if you go to the principal, you are weak. For our children here, they don't present themselves, they are weak. So they don't go to the principal, and the consequences of this norma to be abused and bullied. That's wrong. In Romans chapter 13, St. Paul said, every authority is from God. And he carry the sword to avenge from the evil doers. You need actually to teach your children, if there is a boy or a girl bullying you, go to the principal and report him. Nothing wrong with that. That's your right. Like now, مثلا, لو حد attack anybody, they call the police. That's your right. اشمعنى وانا كبير لما بقول البوليس ده ما بقاش weakness, وانا صغير لما بروح للبرنسبل ده weakness. بيضحكوا عليهم علشان to take advantage of them. خلوا ولادكم يبقوا أقوية. ولاد ربنا أقوية وشجعان. ما بقاش عيل ضعيف كده أي حد يعني احيانا الهامبلنس والفورجيفنس بتعلم غلط في الكنيسه. مش معنى الهامبلنس انه انا ابقى ضعيف. ايليا لما قابل اخاب الملك, فاخاب قال له, هل انت مكدر اسرائيل؟ ايليا قال له, بل انت وكل بيت ابيك. ده بيكلم الملك, بيتكلم بقوه وبشجاعه, ما خافش وهو تلجلج كده وتهز منه. ولاد ربنا زي أسود, أسود في الحق, شجعان, أو we are humble. But there is no contradiction between being humble and being brave and being strong and being assertive. Teach them how to set boundaries and how to set no to abuse, how to set no to evil. Teach them to be strong. Yes, we will forgive the abuser, but we'll set boundaries and will stop the abuse. في فرق بين أننا أسامحه وأننا to set boundaries and say no. They are different عن دي. فعلموا أولادكم يكونوا أقوية, وما تخليش الولاد تضحكوا عليهم ويقولوا لهم لو رحت للبرنسبل هتبقى ضعيف. لا, ما احنا كلنا لو حد أتاك أس أول حاجة هنطلب 911. هما ليه في authorities؟ Authorities they are to say no to the evil. Romans 13, there is nothing wrong with that. How to stop pornography addiction? بالإضافة to the points that I mentioned about addiction, مع pornography there is another point called radical amputation. Radical amputation. البتر من الجدر. Amputation هو البتر. Radical من الجدر. يعني إيه radical amputation؟ ربنا لما قال if your eye causes you to sin, ما قالش غمطها, قال اقلعها. طبعا not literally. لما قال إيدك لو بتعثرك, ما قالش اسحبها, قال اقطعها. Okay. تعالوا بقى ناخد البرنسبل ده. لو انا الانترنت بتاعي اللي على التليفون جايب لي مشاكل وقام بكيم ادكت للبرونوغرافي, اشيل الانترنت خالص من التليفون, ما استخدمش سمارت فون خالص, اجيب التليفون بتاع موتورولا بتاع زمان ده واستخدمه, مفيش حاجة غلط.
طب محتاج احمل حاجة للانترنت؟ اخد عربيتي واروح لبابليك لايبراري واستخدم الانترنت لما اخلص وامشي، لكن ما بقاش جنبي باخده معايا قط النوم على السرير وفي اي لحظة ان انا اقدر ابص. ان كان ربنا قال لك اقلع عينك واقطع ايدك ما تشيل الانترنت، لكن هتخليه جنبك. You will be tempted. والشيطان هيفضل يحاربك. سو بالإضافة للنقطة اللي أنا ذكرتها بالنسبة للأدكشن، يعني you need to develop the principle of radical amputation. مجاهدين حتى الدم ضد الخطية. Science and God are opposed? No, definitely. Definitely. They are not against each other. The Rabbina, the source of science and the source of knowledge. But science is developing. Science is not perfect yet. لغاية النهاردة بيكتشفوا حاجات ويقولوا قد كانت غلط وبنصححها. But faith, the true faith is already developed. So as Bob Shinoda used to say, if there is contradiction, معنى أن العلم لسه بيتطور. أو ناس بتستخدم العلم غلط. يعني مثلا الإيفوليوشن ده كله، الهيصة بتاعت الإيفوليوشن دي، لغاية النهاردة منها نظرية. It is not a fact. So it is a hypothesis. للأسف كثير مننا بيفتكر أنها fact. And this hypothesis until today did not answer one simple question. What is the source of life? يعني أنا wanted the greatest evolutionist in the world to answer this simple question. What is the source of life? هيقول لك I don't know. لأنه مش عايز يعترف بربنا. لأنه عارف لو قال ربنا كل النظرية بتاعته دي هتنهار. ففي نظريات هم عاملينها عشان يلغوا وجود ربنا، عشان مش عايزين يعترفوا بربنا. So how can I believe in a theory that doesn't have answer to a very simple question? What is the source of life? ما هو مصدر الحياة؟ The greatest evolutionist on the world cannot answer this question. When I challenge any evolutionist to answer this question to me by scientific evidence. مش أقدر لأن مصدر الحياة هو ربنا. آخر سؤال، Isn't faith just irrational and emotive? لا طبعا. مين قال كده؟ بص يا حبيبي، there is something contradict with reason وده يبقى irrational، and something surpasses the reason ده not irrational ده supernatural. يعني مثلا لما أقول God was incarnate from a virgin، هل ده irrational ولا supernatural؟ This is not irrational. This is supernatural. لكن لما أقول إن واحدة حملت في طفل 4 سنين، ده against the logic. تحمل بيه لي 4 سنين، ده نسميه irrational. Faith surpasses understanding. Because faith, we believe in God who actually above every understanding. أما بالنسبة إنه emotive معناها ان هو يعني
تشارج ايموشنز وبس. يعني بكلمكم كده وبشحنكم بايموشنز يعني. بس انه actually we are against emotional Christianity. And the church, يعني مثلا بص للديفاين ليترجي. ايه يعني what is the emotions in the divine liturgy؟ للأسف يعني يمكن عند بعض الطوائف الثانية بيستخدم الإيموشنز كتيرة. They use emotions to make people يعني charismatic. يتكلم مين خلص ارفع ايدك هللويا وعود بقى يعني ايه تلاقي الجو كده بقى very emotional. That is not actually our church or the true faith. تعالى شوف الجمعة العظيمة. قول لي كده في الجمعة العظيمة حاجة بتأدرس the emotions. ده احنا حتى لما بعض الناس حبوا يستخدموا ترانيم في الجمعة العظيمة عشان تعمل emotions قلنا لا تستخدم الترانيم ده غلط. لان ده emotional Christianity. واحنا عمرنا يعني كنيسة never ever was emotive. تعالوا بصوا لحن أمونو جانيس، لحن فايتا في إنف، لحن بيك ثرونوس. تعالوا شوف الألحان دي كلها. هات لي لحن فيهم كده just charging emotions of the people. Absolutely not. Absolutely not. فمين قال إن الفيز ده emotive؟ It's not. ده بيعملوا الناس اللي عايزين to attack the church and to cast doubt on the faith. Faith is supernatural. Faith is definitely not emotive. في آية in Hebrews chapter 11 نقلتها في العظة verse 3 you will by faith we understand that the worlds were framed by the word of God so that the things which are seen were not made of things which are visible. الآية دي ترد على كل evolutionist. And by faith, only by faith we understand creation. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. That's the source of life. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. The evolutionists are lost because they attack faith. So that the things which are seen, اللي احنا شايفينه النهاردة, were not made of things which are visible. البيج بانج ثيوري بتقول كان في حاجة ومنها اتخلق العالم. الآية دي بتقول لأ. بتقول لأ. بتقول that the things which are seen were not made of things which are visible. يعني ما كانش في حاجة visible واتخلق منها what we see right now. طب how we understand the creation? By faith. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God from nothing. By the word of God from nothing. So that the things which are seen were not made of things which are visible. حبيبي اللي سألت سؤال بتاع الراشنال والموتيف, please please read chapter 11 from the letter to Hebrews. Hebrews 11 so you can understand what faith is. What faith is. بشكركم على طول بالكو عدتوا ايه معانا سؤال تاني بيقول لماذا تذكر قيامة المسيح 29 برمهات وليس يوم احد القيامة بص يا جماعة تاريخيا السيد المسيح تاريخيا في يوم معين قام فيه من الاموات in the history right اليوم ده 29 برمهات right يعني اكيد اليوم ده مش هيكون متنقل من يوم للتاني لكن الكنيسة لما قررت نحتفل بعيد القيامة قالت مش هنحتفل في اليوم التاريخي ده لانه ممكن يجي 2 3 4 5
فالكنيسة قالت هنحتفل بيه يوم حد وهنحتفل بيه بعد فصح اليهود، ولأن سنة اليهود سنة قمرية، سنة قمرية بتختلف يعني شورتر وبتختلف زي سنة قمرية زي سنة هجرية قمرية برضو، فبتختلف من سنة لسنة، ففصح اليهود بيختلف من سنة لسنة، فاحنا ما بنحفلش مع فصح اليهود، فلازم يبقى بعد الفصح اليهود ولازم يبقى يوم حد. مش كده عيد الأيام بيختلف من سنة لسنة، لكن تاريخيا تاريخيا سنة 33 ميلادية لما المسيح قام من الأموات قام في يوم 29 برمضان. حاجة تحزن ان في يعني في شيكاغو عاملين افتر سكول ساتانيك افتر سكول، يعني ده بيبين تغلغل الشيطان في المجتمع، ذا ساتانيك تيمبل افتر سكول سيتنج كلوب في شيكاغو. يعني دي حاجه تحزن ان احنا وصلنا للمستوى ده، الخطر حوالينا في العالم، ولو هم حبوا يعملوا كريستيان افتر سكول كلوب هيرفضوا. ده اللي احنا وصلنا له في البلد دي. ربنا يرحمنا ويحافظ على أولادنا ويحميكم جميعا ويحمينا من شر الشيطان. بشكركم على أنكم قابلتوا تقعدوا ساعة ونص معنا دلوقتي بعد القداس وكده، وأتمنى لكم الأسبوع الأخير في الصوم أسبوع مبارك، والأسبوع الألام اللي بعديه يكون أسبوع مبارك، وعيد قيامة مجيد لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.